قامت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لتأهيل الموظفين الجدد للعام 2018 بالمنطقة الشرقية، الذي استمر لمدة 3 أسابيع وتمثل في سلسلة برامج ودورات تدريبية لتهيئة الموظف الجديد لدخول بيئة العمل. ويأتي هذا البرنامج استكمالا لتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتدريب وتوظيف 100 شاب في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة في جميع مدنها. كرم الخريجين سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، إذ شمل التكريم جميع الخريجين من مدن المنطقة الشرقية كلباء وخرفكان وادب الحصن.